عن ابو هالحد العاطل. اف تضرب شو انك واحد قليل ذوق قليل شرف. لوين رايحة؟ تاخدني على مشفى الرحمة؟ عدم المؤاخذة، أنا بشتغل هون ما بروح لهني. تضرب شو قليل خير، شوفيري التاكسي وعم يتشرطوا كمان. الله يجيبك يا طولة البال، الله يصبرني. اسمعيني يا خالتي، شكلك ما رح تلاقي تاكسي، إذا بدك أنا بوصلك. ايه لوين طريقنا؟ يعني على اي مستشفى؟ بالاول بدنا نمر على شي محل مشان نشتري كم غرض للبنت. حاضر مثل ما بدك. ايوه وهي تعرفنا عليكي. فيني احملها؟ لا تعطوا بنتي لإله. ليش ما هو بيكون ابوها للطفلة؟ ايه هو بس ما بدي اياه يحضنها. خلص خلص خلص، لا بقى تبكي بابا هون، لا تبكي. خديها بلا ما نزعجها لنا، خديها. شكرا. كل الامهات هيك بخافوا اولادهم من نسمة الهواء، لا تزعل منها، هذا الشيء طبيعي. من بعد اذنكم لازم ناخذها لنفحصها. بنتي ما رح تبقى هون؟ لا تخافي، هي بين ايدين امينه. لا تخافي، انا رح اهتم ببنتك وتابع امر الفحوصات العامه، والزملاء اللي هون رح يهتموا فيكي. بقدر اشوف بنتي قبل ما تاخذوها؟ طبعا. بنتي بس ماما بس يا حبيبتي، أنا هون جنبك. يا عمري بس حبيبتي. ليش عم تبكي هيك؟ هي طفلة صغيرة طبيعي إنها تبكي، لا تشغلي بالك. بنتي هلا من بعد إذنكم بدي آخذ الطفلة. يا روحي يلا أنا رح أطلع. هيك بيكون شكلهم؟ ايه هيك. هاي شادي شو بك؟ خذ لنا كم صورة معا. امرك ست مون، كمان واحدة. وهي واحدة كمان. حضرة الممرضة، كيف الام؟ الاطباء هلا عندها بالغرفة، لا تشغلي بالك، منيحة كتير اصلا. بالنتيجه هي ولاده، وبتعرفي الا ما يكون فيها شويه تعب. الحمد لله. اركان هلا انت صرت اب؟ والله صرت اب عن جد، انا ما كنت بعرف هذا الشعور، بس بصراحه شعور حلو كتير.
ألف مبروك ابني، إن شاء الله تتربى بعزك ودلالك. قربي عليها. الله يبارك فيك. أستاذ ألف مبروك، إجاكم بنت حلوة كتير. شكرا بدر. من بعد إذنك رجعوا شوي، أنا لازم أخذ البنت. أنا رايح معها. حضرة الممرضة، حضرة الممرضة، ممكن نروح معها؟ تفضل. لك شايفة؟ مصدق حاله إنه صار أب. امشي خلينا نروح معهم، نحن قلنا حق بحكاية أكتر منه. تعال. ماشي. ما بنطلع؟ يلا. يستغل الفرصة ويستمتع فيها، لأنه بعد شوي ما رح يصير عنده فرصة يشوفها وقتها متواجه معه. ملاك شو؟ بدي بربتوز لبنت عمرها يوم. يعني قصدك تقولي بضي خالتي؟ شو هذا بضي؟ كل عمرنا منقول بربتوز؟ هدول الأواعي للولاد اللي بيولدوا من جديد. يمكن يلي بتسموه بضي واللي نحن منسميه بربتوز هو نفسه، مو هو نفسه البربتوز يعني؟ طيب البيبي بنت ولا صبي؟ بنت. بدنا ثلاثة أو أربعة منهم. ماشتو منيحة، بس هدول الأواعي ما بينلبسوا بدون غسيل وكوي. ما علينا. لا يا مدام، هدول مصنعين من مواد طبيعية 100%، مو داخل فيهم أي مادة صناعية على الإطلاق. ما في ريبان أحمر؟ الأحمر بيلبق للبنات. هلا عم يستعملوا هدول عمليات أكتر. مخترعين شي سهل لكل شي ما شاء الله. ناخد هاي إن شاء الله ما نسينا شي. لا ما نسينا شي خالي، بس ناخد الحفوضات ما بيضل ناقص شي أبدا. يلا بنتي احسبي لي ياهن، شوفي لي قديش حقهم. وقلت لك ما نسينا شي، قلت لي ايه. بشو بدنا نربط اللفة للبنت؟ ما اشترينا زنار لللفة؟ بعتقد هدول بيمشي حالهم. شو هاد سعر القطعة الواحدة يعني؟ اها. ما عبوا عيني، خلص بلاهن. عند اللزوم بنرجع وبناخد غيرهم. لا لا خالتي، خلينا نشتريهم، يعني ما في وقت ترجع وتجي لهون. لا لك ابني، نحنا كذا شخص بالبيت، إذا أنا ما أجيت البنات بيجوا. من كتر اللبكة ما حملت معي مصاري. مو مشكلة خالي، أنا معي. لك أنت شو دخلك لك ابني؟ شوفي خالي، أسيل بتكون صديقتي المقربة، أنا بترجاكي خليني أعمل شي مشانها وكون ممنونك. حاسبينا فيهم كلهم بالله. نهيتي حالك نهي يا ايلول. انا ما عم بفهم، يمكن ما لحق يرجع العرس، بس هذا ما بيعني انه ما عاد بده اياكي. غير هيك انا شفت اركان قديش كان من فعل منشان الزواج، ضل كذا يوم هو عم يركض منشان ما ينقص شي للعرس تبعكم. ليش لحتى هلا ما يكون بده؟ يمكن لانه هلا صار اب جاهدة، كان بده يوصل على المستشفى ويرجع لعندي، بس لما دخل على الولادة واضح انه تأثر بمنظر الولادة، وهلا ما عم يقدر يتركها ابدا جاهدة. حتى هلا بيكونوا عم يتقبلوا التهاني هو واسيل. ممكن ترتاحي شوي؟ كأنك ما بتعرفي، هذا اركان تصرفاته نابعة من إنسانيته. بعدين كيف ممكن يتقبل طفلي ما كان بيعرف إنه أبوها؟ هاي البنت ما ولدت هيك لأنه أركان بده يا إيلول، بس يلي ببطنك هيك مو هو يلي ألح من شان كل شيء، من شان بلش العلاج، من شان اللقاح. تعي لهون كرمالي هدي حالك، مو أنتو يلي قررتوا تجيبوا طفل؟ يمكن بده طفل وبس، وطبعا ما أنا مهم من مين. هلا بيكون تمنى هديك الطفلة، بيكون تمناها وحضنا كأب جاهدة. رجاء لا تحكي هيك، يعني أنا بفهمك منيح، خاب أملك يلي عشتي مو سهل أبدا، جرحت كرامتك، بس أنا بعرف شغلي مهمة كتير. أركان يلي بعرفه حابب يتجوز مرة وحدة وهي أنتي، وبده الطفل يجي منك أنتي وبس. أنا
بركي ماني حامل، بركي اللقاح ما نجح جاهدة، ها؟ وقتها بيتركني بيروح يتجوز أسيل، ما هيك؟ خلص لا تحكي هيك حكي. خلاص جاهدة، أركان كان بيحب أسيل كتير وهلا إجاهم طفلة. التوقيت كان ممتاز، يعني إذا بيرجعوا بيقربوا من بعض بسبب طفلة جاهدة ما بيضل عندي أي فرصة. هاي البنت ربحانة 1-0، ربحانة 1-0، ما بسمح بهالشي، ربحانة 1-0. الحمل ورقتي الوحيدة، وإلا رح أخسر أركان للأبد. جاهدة جاهدة. عم أهلك أسيل، عم أهلك، لازم نحط لها مخدة وراها بنتي. حاضر. اسمحي لي. ايه جلسي شوي. لازم كتير تشربي مي مشان يدر حليبك بسرعة. طيب شوفي، اسمعي كلام الممرضة، هذا الصح. بس تطلع بنتك من المعاينة بيجيبوها لعندك، وقتها أنا بجيب ساعدك ترضيها. هلأ ارتاحي شوي. ماشي ماشي، الحمد لله على سلامتها. إذا بتحتاجوا شي اتصلوا ب302. ماشي، شكرا كتير لإلك. خالي ملك. ها شو حبيبتي، عم تتوجعي؟ شكرا لأنك وقفتي جنبي. سامحتيني؟ بنتي مجنونة، إنسان بيزعل وبينجرح من اللي بيحبه. لو كانت وحدة غيرك ما كان بيهمني أبدا، بس أنا وثقت فيك كتير أسيل، أنتي أزكى وحدة بيناتهم، وحتى أمنتك عبنتي، بس لما غلطت هيك غلطة الحقيقة تضايقت منك كتير، هيك بقى ما قدرت أتقبلها. حبيته خالي ملك، حبيته كتير، ولما لقيت حالي حامل منه خفت أكتر، ما قدرت أتخلى عنه، ما سخيت فيه. والله بعرف يا بنتي. وهي روح خالي ملك، لما كنتي تشوفيني ما كنتي تطلعي فيني، هلأ شو تغير؟ اللي تغير إنك جبتي لنا بنت حلوة كتير. لما اطلعت بعيونها اللي عم يغزلوا غزل راح كل زعلي منك ونسيت كل شي صار. صراحة انقطع قلبي ليقوم يصير عليك شي. عفوا أنا آسف، بس بدهم يجيبوا البنت وحبيت أعطيكم خبر. لك أنت لسه ما رحت؟ لا ما رحت. ليك جبتني على المستشفى وشفت البنت، هلأ بتقدر تروح بما أنك حددت خيارك، معناتها تتركنا بحالنا بقى. شوفي يا سيل، مالك حق تتصرفي معي هيك، أنا قررت أتجوز مفهوم؟ أنا ما قلت لك رافض أتبنى بنتي. آها، مع الأسف ما بنقدر نحصل على كل شيء بدنا إياه بالحياة سيد أركان، أنت اخترت ما تكون معنا، لهيك أنا بكون أم وأب لبنتي بنفس الوقت، مفهوم؟ والوقت اللي رح يزيد لنا من مرتك نحن مانا بحاجته، عم تفهم؟ مانا بحاجته. هيك لكان. ليك أركان بترجاك اطلع لبرا. يلا. خالي ملك، خالي ملك اسمعيني شوي. طب ولا ابني الله يخليك. خالي ملك، إذا بتسمحي لي أنا لازم أحكي مع أسيل. ما بصير ابني، المرأة الولدان الجديد ما بتتناقش بأي شيء. بس هي ما لحق تتصرف معي هيك، خبيت عني إني أب بسببها عايشين كل هالشي. ماشي ماشي، هلأ مو وقت هالحكي الفاضي ابني، البنت ولدان جديد متوترة تعباني، إذا بتقسى عليها أنت كمان ما بدر حليبة لا سمح الله، بتقضيها بعذاب الضمير. ماشي ماشي أنا رايح، بس شوفي إذا بصير شيء على أسيل أو حكاية أنا أول واحد بتتصل فيني، وعديني. ماشي. وعد؟ وعد. شو؟ راح أشوف بنته؟ لا، رايح عبيته وهو عم يضحك. لساته أب جديد؟ بالأول يصير رجال ويوقف مع أسيل. شو يعني هذا هلأ ملاك؟ لك لسه قبل يومين
هذا الشاب ما كان معه خبر بشي، وقت أخذ قرار واختار يتجوز ويمشي بحياة جديدة اكتشف انه رح يصير أب. يعني مو كل شي لازم يصير على كيف الست أسيل، وقت بدها بيجي ووقت بدها بيروح. لا عم تظلمه انت، بدل ما تدافع عنه طلع على حالك. شو عملت انا هلا؟ لك من شان الله صالح، معك خبر بكل شي، معك خبر انه محدد موعد للعرس وانه في بنت جايته على الطريق، وما قلت لي شي ابدا، على اساس ما في بيناتنا سر مخبى. عم تلبسها بكل هالسرعه، حاسه رح تكسر لها شي ايد. لا قولو حبيبتي، هدول بيعرفوا شغلهم، كل يوم بيمر عليهم الف طفل خلقان جديد. بس وحياتك اذا بتبكي او بتتوجع بكسر الشباك وبفوت لجوا وبضربها على راسها. حضروا هالشي. حبيبتي بنتي، حكايتي، انا ما رح اتركك ابدا ابدا، انا دايما رح اكون جنبك، ما حدا رح يبعدنا عن بعض، هذا وعد مني. كأنه أسير رح تخليه يشوفها ويحملها، هيك رأيي. لك يا الله لسه ما حطيتها بحضنيف. يعطيك العافية. سلام فوزي. فوزي ما بيصير ندخل هيك، بنشتري شوكولا؟ والله مو وقتها معلم، طلعنا من البيت بعجلة بس يخرجوها بنعمل الواجب. ما بيصير، شو رأيك فوزي نشتري ورد؟ لسه بناخد وبنشتري، اسألي بالأول، معنا مصاري منحسن نشتري؟ قديش حق باقة الورد فوزي؟ عيب علينا نفوت ونحن عم نلولح بإيدينا. كبرتيها كثير معلم، كلها شقفت بنت، اطلعي حواليك مليان أولاد، الكل عم يعملوها، الشغلة معنا معجزة، هي حادثة عادية روحي. الكل بيعملوها يعني، وعم تقول مو معجزة ولا شي. طبعا حبي، اسمعي هالقصة لقلك، بزمانه في ديناصور اجى لعند ديناصورة، قال لها ممكن تعطيني بوسة؟ قالت له لا، قال لها مشان هيك انقرضنا. ما بعرف إذا ما أنا معجزة، شوف بس نحنا متجوزين من كذا شهر وما عنا ولد، معناتها في ناس رح ينقرضوا. على شو عم تلمحي يا ديناصورتي المعجعشة؟ كيف بدي امسكها؟ يا الله حطي ايدك هيك ما بضايقها، ما هيك؟ بالاول بدك تكوني هادي، عقد ما بتحسي بالثقه بحالك عقد ما بتريحي بنتك. يا ما عم صدق انه هي بنوتي، كانه قطعت عسل. يا الله تفضلي حطي المخده تحتها، سنديها عليها لشوف. هلا بدنا نحاول نرضعها. ملك، معناتها البنت ولدت. ما شاء الله ما شاء الله، دخيل هالبنت الحلوة، ما شاء الله شو حلوة، لك دخيل هالعيون. انتي كيفك بنتي؟ عم تتوجعي شي؟ لا ماشي الحال. من الصبح لهلا عم تصرخ، هلا بس صارت البنت بحضنها نسيت الدنيا. هيك الأمومة، صارت هلا أغلى من روحها. الله يكتب لك تربيها بدلال أبوها وأمها لك حبيبتي. تسلمي ستي. يا ريت لو انقطع لساني قبل ما أقول لك روحي، بسببي إجت هالمسكينة قبل وقتها. لا تزعلي حالك ستي، طلع هذا اليوم هو موعد لقائي مع بنتي، هذا أحلى يوم بحياتي كلها. بنتي يا ويلي شو حلوين.
مرحبا. أخي العروس استنت كتير وبعدين راحت. لا تقولها. طيب إمتى راحوا؟ صار لهم زمان؟ إيه صار لهم كتير. مأذون الزواج كان عنده موعد تاني، ولما راح هو راحوا الكل. شكرا. دخيل هالوش ما أحلاه. ماجد، أنت اللي اشتريت الأغراض؟ إمتى إجيت؟ قابلت الخالة كهرمان وإجيت معاها لهون. الحمد لله على سلامتك. شكلك منيحة والصغيرة ما شاء الله عليها، يعني عندك بنت مثل السكر. عن جد أنا كتير حبيت. تسلم ماجد. لما عرفت بالولادة بصراحة خفت، خفت ليقوم يصير لكم شي مو منيح أنت والبنت. هالشب مثل الفلة، باين عليه قلبه طيب وحنون، بيطلع منه جوز منيح وأب كويس. يا ريت كان هو أبوه للبنت. أي حلوة كتير، ما هيك؟ يا الله ما أحلى هالبنوتة، عيونها كتير حلوة، لذيذة كتير، ما هيك؟ حلوة كتير حلوة. هلا بعد شوي بتفتح تمه وبتبلش تبكي وبتصرخ وبتعملها تحتها، لا بتنام ولا بتنيم حدا، ولا بترتاح ولا بتخلي حدا يرتاح. بس انت من وين بتعرف فوزي؟ لو تعرفي كم اخ اجا وراي يا معلم. بس نخلص من واحد بيجي التاني وراه. انت هلا بس عرفي لي اسيل باي جهه قاعده هون؟ في المشفى غببت لي على قلبي، لو نشوفها ونروح على بيتنا بقى. لا انا ما بروح، ما بروح قبل ما حط البنوتة بحضني. لشو كل هالعجلة؟ بس تروح على البيت وقت حطيها بحضنك. لا تخافي ما رح تطير. بس من ناحيتي قلبي رح ينطف عليها. قديش صار عمري ولهلأ ما عندي ولاد فوزي؟ هلأ وقته. انا كمان بدي بنت مثلها. نحن امتى بده يجينا ولد فوزي؟ انا بحلها بجيب لك ولد من اللي مطالعينهم جديد، من هدول اللي إلهم نمش لعبة. انتي على شو عم تلمحي معلا؟ فوزي؟ نحنا ما عم نستعمل موانع. طيب ليش ما عنا ولاد؟ الله لا يقدر معلا. لك لا تكوني مفكرتيني عقيم مثلا. أنا كان عندي حبيبة ونزلت ولد مني. إيه؟ أنت قدرتي تحبلي من جوزك القديم شي؟ تفضلي اطلعي من هون لشوف. فكري فكري وشوفي العذر من مين. بعرف بس صار معنا مشكلة كبيرة. لما انمغصت صديقتنا اضطرينا ناخدها على المستشفى. بس انتو لا تعطوا غرفة شهر العسل لحدا، ممكن؟ نحن بكرة رح ننزل فيها. طبعا طبعا، مثل ما حكينا يكون صحن الجبنة والنبيت بالغرفة. ايه طبعا، حطوا الصحن لو سمحتوا. ماشي، شكرا كتير. الله معك. حكيتي مع الفندق؟ حكيت. إن شاء الله ما بتصل مرة تانية وبقول لهم لغينا شهر العسل. حبيبتي ممكن تفكري بإيجابية شوي؟ هلأ بيجي أركان لعندك وبيصير كل شيء مثل ما لازم يصير. إن شاء الله جاهدة. أركان هاد؟ إلول؟ نحن هون. إلول؟ خربت كل شيء. ما كان بدي يصير هيك. أنا بذل جهد كبير لحتى يكون هذا اليوم أحلى يوم بحياتنا كلنا.
وأنا ما تخيلت يصير هيك. بعرف أنت زعلانة من كل اللي صار وزعلانة مني، ما كان بدي يصير هيك عجد. أسيل قبل يومين قالت لي إنه البنت مني. إيلول أنا كنت بدي أحكي لك بس ما كان بدي إياكي تزعلي. بعدين بسبب قصة اللقاح كنتي تعبانة كتير، وفوق هيك أنا كنت عم أشتغل، كنت مشغول بالعرس. معقولي تعمل هيك يا أركان؟ رحت وما بقى رجعت، اتصلت فيك كتير، بالأول يرن يرن وما عاد رديت، وبعدين سكرت تليفونك؟ جاهدة لا تزيديها، خلص شحن التليفون وانتبهت، ولما اجيت لحتى اتصل فيكن بس ليكني رجعت بسرعة، بس مريت على بيير لوتي و... بس انت منتبه كم ساعة غبت عنا أركان؟ الكل عندهم شغل، ولما قال مأذون الزواج عندي كتب كتاب تاني وبدي لحقه الكل راحوا من هنيك. أنا كتير آسف، ما بعرف قديش لسه بدي أقولها، بس صدقيني ما كان بدي يصير هيك أبدا. بعرف، بس هذا ما بيخفف لي زعلي منك أركان. عم حاول حط حالي محلك، ماشي يعني حتى لو عرفت عن جديد هي بنتك وحقك طبيعي تكون هنيك، بس نحن عرسنا خرب أركان. آسف آسف. أنا نزعت كل شيء، بس رح خليكي تسامحيني. هدي حالك، رح أعمل دوش وبعدين منحكي. ماشي. على بيير لوتي رح يتجوزني بالرغم من البنت، هي شغلة منيحة؟ من الأول قلت لك هالحكي. يعني البنت وأسيل مانا مهمين بالنسبة إله، عمل واجبه وبعدين رجع لعندي. وقفي وقفي يا مجنونة، هدي حالك شوي. ماشي طيب، هلأ أنت روحي جاهدة. عم تقلعيني يعني؟ طبعا ما عم بقلعك. عم بمزح معك بس. هلأ يمكن رح نقعد ونحكي شوي، وأنا بوعدك أني رح أحكي لك كل شي بالتفصيل الممل جاهدة. عم استنى تليفوني. إيه بس بدي منك وعد، إياك تتعبي حالك، فهمتي؟ ماشي، شكرا على كل شي جاهدة. أسيل توجعتي كتير؟ لكن شو حبيبتي، معقولة ما انوجع؟ اف يا الله هالبنت حلوة كتير، اف لك مشتني عضة. أسيل شو قصته أركان؟ لما شاف البنت ما تركها أبدا، برأيك في تحسن بالوضع؟ اوعك تجيبي سيرة أركان، أصلا أنا معصبة منه كتير. على أساس أنت اللي داخلة معي؟ لما التفتت وشفت أركان قدامي اشتهيت قوم دق بخوانيقه. يعني شو بدك يعني اعمل؟ هددني إنه رح يقول الحكاية بالمستقبل. أسيل أمي بتقول إنه بتفوح ريحة خاصة من الأولاد وقت بيولدوا، أنت شميتي هاي الريحة؟ شو عم تقولي أنت؟ لهلأ ريحتها بأنفي. طيب كيف حاسة هلأ؟ شو بيعرفني؟ إحساس غريب، يعني كأنه في فراغ. قديش صار لي حاملتها ببطني؟ هلأ ما في، بس اللي صار معي بهاليوم هدني هد. فقت الصبح متأملة بجنية أركان، ولما قريت الرسالة انقلب كياني، والعرس إجا مثل رصاصة براسي. لما فتحت عيوني ولقيت حالي بالمستشفى خفت ليقوم يصير شي على البنت، بس بعدين لما حطوها بحضني حسيت كأنه الحياة رجعت لي، كأنه ما في بهالدنيا غير أنا وحكاية.
بس بعدين لما التفتت ولقيت أركان هنيك حسيت إنه كل جسمي نمل وصرت أكرهه بشكل مو طبيعي. شوفي ما أحلاها. يا سلام، معناتها في هيك شغلات كمان. ما معنا حق هيك شغلات أسيل. يعني حكاية ولدت بكير، نحنا كنا مستنينا بعد شهر من هلأ، ما كنا محضرين حالنا. وإلا نحنا وإلا شو نور، كنا منقدر نشتري؟ لا تخدعي حالك كرمال الله. كيف البنوتة عمو صالح؟ منيحة ما هيك؟ وأمها كيفها؟ وهي منيحة؟ لا عمو، لأنك أنت عندهم قلبي مرتاح كتير. تسلم عمو، الله يخليك. أنا جاي بعد شوي عمو، إذا محتاجين شي باخذ لهم يا معي بطريقي. اسألهم. ماشي عمو، شكرا كتير. ايه كيف البنوتة؟ عم تسألي عن جد؟ يعني الأصح ما نك زعلانة مني؟ ما بعرف، يعني مو زعلانة منك ومن البنت، بس معصبة كتير من أسيل. قبل كل شي حبلت بدون ما تعطيك خبر، وبعدين خبت عنك شهور انك ابو الطفلة اللي ببطنها، ولما سألتها قالت لك انه واحد تاني. ماشي، اذا بدها تخبي عنك كل هالشي معناتها ليش اجت خربت لنا عرسنا؟ غير هيك وانا معصبة كل هالقد، لما قالت لك انه انت ابوها للبنوتة لو تعرف شو صار فيني. انا كمان عصبت منها لانه خبت كل هالوقت، ما كان إلا حق تخبي. بس شو ما صار يصير، هاي بنتي كمان. أنا دائما كنت أحلم إنه نحن حنعيش هذا الانفعال سوا. يعني لما بفكر باللحظة اللي بدي أقلك فيها إني حامل بحس بحالي غريبة، بس ما أغرب الحياة. هاي البيبي موجودة، وهلأ لا أنت ولا أنا نقدر نغير هالحقيقة. أنا منتبه قديش الوضع صعب عليكي، بس شكرا كتير لأنك متفهمة. أنا طول اليوم كنت عم فكر فيكي وأنا بالمستشفى، وحتى وأنا جاي لهون على الطريق عم فكر طول الوقت أنت شو عم تحسي. ما علينا، ما بنقعد على الأكل؟ نقعد، أنا ما أكلت شي طول النهار. بالمناسبة قلت لحالي ما رح تقدر تتابع الشغلة، مشان هيك أخذت موعد بكرة الصبح رايحين على دائرة الزواج. ليش؟ مو بدنا نتجوز ببيرلوتي؟ وأنا كمان هيك كان بدي، بس ما قدرت أخذ موعد من مأزون الزواج، قال مشغول طول الأسبوع. يكون ما لنا مستعجلين، متجوز بنهاية الأسبوع. بعدين إذا ما تجوزنا ببيرلوتي بحياتي ما رح أخلص من لسانك. بس حبيبي شهر العسل وحجز الأوتيل شو بنعمل فيهم؟ أنا بحلهم. أمي؟
شو صار لك؟ ارتفع ضغطك؟ ما فيني شي بنتي. شو لك عن؟ ليش موطي راسك؟ عم فكر شو بدنا نعمل من هلأ ورايح. شو يعني؟ كانت سهلة علينا نحط البنت على الباب قبل ما تولد، هلأ فتحنا لها حضننا وشمينا ريحة هالبنت الصغيرة، شلون بدنا نقلعها يا ملك؟ إذا قلت لها لا تروحي بدنا نبتلي. أسيل لازم تتغذى منيح مشان يدر حليبها يا ملك، وفي حفوضات ولبس للبنت، مصاريف الأولاد اللي خلقانين جديد مو طبيعية يا ملك، ونحن لا في فوقنا ولا في تحتنا. دخيلك أمي، كأنهم دايخين بالقعدة عنا، مو مصدقين إمتى يتركونا. ما بيصير هيك يا ملك، واضح إنه هذا أركان ما رح يعمل شي. طيب شو رأيك قوم احكي مع عدلة بهالموضوع؟ لا تتعبي حالك على الفاضي أمي، قبل شوي اتصلت فيها قلت لها البنت ولدت مبروك عليكي، قالت لي أنا ما عندي هيك بنت وسكرت التليفون بوشي. أوف أوف، باخد من المليان ما بيطلع، بصب بالفاضي ما بيتعبى. شو بدها تعمل هاي البنت لحالها وبنتها بحضنها؟ بدر، هاي الكاميرا عياراتها مزبطة، صارت بأمانتك هلا. ماشي، أنا رايح هلا، بشوفكم بعدين. شوفك، باي. ها؟ شباب، دبرولنا قرشين وخلينا نشتري لأسيل زينة للباب، يمكن الزينة مو غالية ما هيك؟ أنا بروح معك حبي. أوكي. والله ما معي غير هدول. شكرا كثير روميو، لما شفت باقي الغرف زعلت كثير على أسيل. يلا بنلتقى. نلتقى. يلا. يعني أنت عم ترمي الحكي من دون ما تعرفي لوين بيودي؟ أنا ما حكيت معك شي بيزعل، حكيت بشغلة كل مرة بهالدنيا بتحلم فيها. يعني أنا مو من حقي يكون أمي يا فوزي؟ مدامه هيك وبما أنك هون فوتي وتعايني جوا، أنا لا تدخليني بهي الشغلة، عندي شغل وعمل، أنا رايح. فوزي يا حبيبي، شو ما صورت لنا البنوتة؟ بتحبي تشوفيها؟ طبعا، أنا تعرفني كتير بحب الأطفال، لما ولدت مرته لدرغام ما تركت البنت أبدا. ليكي حلوة كتير ما هيك؟ ومع أنها ولدت قبل أوانا ما أنا صغيرة. مزبوط، بس أنا حسيتها صغيرة كتير. لو شايفتيها أول ما ولدت وشها كان مجعلك جعلكي، وإيديها ورجليها. بس هاي البنت بس تكبر رح تطلع حلوة. حبيبي، لو ما بعرفك كنت فكرتك دخلت على غرفة الولادة. الرز طيب كتير، رح أرجع صب. أنا بصب لك. يا رب دخيلك. ناخد هاي؟ ماشي ماشي. نحن رح ناخد هاي، بس كيف منعلقها؟ وقفي لقلك، بتاخدوا من هاي وبتلزقوها على الباب، وبعدين بتربطوها بالشريطة، ولما بتطلع على البيت بتعلقوها على باب غرفتها. ها ماشي. طيب قديش حقها؟ 100 ليرة. يو عيني، نحنا ما عم نشتري باب، كل عبادة شوية ريش جاج مصبوغ باللون الزهري، شي عجيب. ما معنا كل هالمصاري، لو تراعينا شوي. أنا هون مجرد بياعة، ما بقدر أخدمكن بشي. ما بدنا نشتريها. لو نتدين مشي حدا. دين شو يا؟ لسه البنت بدها كتير شغلات ما جبناها، بدنا ندفع 100 ليرة على شوية ريش؟ لا ما حذرت، خدي. ماشي، يعطيك العافية. ألما، ما عم نحكي شوي؟ الجماعة عم يستنونا ولازم ناكلنا شي لقمة، يلا. حبيبي قولي اللي بدك تقوله بقى. لا بعدين بنحكي. طيب. حبيبي شوف هاي،
ما نسينا شي ما هيك؟ لا حياتي ما نسينا شي، امشي هلا. اي مشي. بنتي وين رحتي؟ ما منجيب هي اللي على الباب؟ ايه بدنا نعلقها على باب غرفة الصغيرة. إلا شوي كنا مسكنا. لا تحكي ولا كلمة. شوف هي، يمكن أنا اللي عم شوفه سراب، ما هيك؟ يمكن من كتر محبة شوف وحدة عم بتخيلها حقيقية. بس كتير حلوة. بما أنك أنت كمان شايفة معناتها حقيقية. ستي مين علق هي هون؟ يلي اسمه مجد. يا سلام، فارس الأحلام عم يتكارم. تركنا شوي لحالنا ابني. قولي لي لشوف، هذا مجد بحب شي لأسيل؟ هي ملخبطة شوي. انت احكي لي لشوف وانا بقرر اذا ملخبطة ولا لا. يعني برأيي بحبها، او كأنه بحبها، بس لما صار بطن البنت يكبر شوي شوي صار تعامله غريب، مع انه هو لما بلش يحبها كانت البنت حامل. بس يعني تعرفي طبيعة الرجال ستي. مزبوط هذا الزلمة طالع ومتعلم برا، بس بالنتيجة في بعرقه دم تركي، ما هيك؟ جاوبيني على قد السؤال، عم تفهمي؟ ولا تحكي طالع نازل. ستي ليش قرصتيني بإيدي؟ يعني أنا حكيت هذا الحكي لحتى أوضح لك الصورة. حبي يلا ندخل لجوا. حبي لو تدخلي وتشوفي بالأول بتكون ألمى قاعدة جوا هلا. حبيبي لا تخليني عيط عليك تضرب. شو هالمواقف التافهة اللي عم تعملها؟ شو صاير لكم؟ لك أنت رح تخلص هاي الشغلة؟ لما بتعتذر مني ضربني وبكى وسبقني واشتكى. أمان. أي نعم، الغرفة 103. اليوم أول يوم إلا بالمشفى، لما بتطلع ممكن تدفع الحساب. تفضل اقطع من هون دفعة وأنا بكرة بمر عليك وبكمل لك الباقي. دخل رقمك السري إذا تسمح. شو خالي كهرمان؟ ليش واقفة هون؟ في شي مشكلة؟ لا الحمد لله الكل مناح. ممكن تقعد شوي لنحكي كلمتي؟ يعني أنا وصلت لهالعمر وشفت ناس طيبين كتير وساعدتهم على قد ما بقدر ساعد. منهم ساعدتهم لأنهم قرايبيني، ومنهم لأنهم أصدقائي. وانت شكلك رجال قبضاي وشاب مثل الفلة ما شاء الله، وانا مرة على حفة قبري، مشان هيك بدك تحكي لي بصراحة شو سبب اهتمامك بأسيل وشو سبب تعلقك فيها كل هالقد؟